انطلقت قافلة طبية بوحدة الأمل الصحية التابعة لإدارة رأس غارب الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي إن القافلة وقعت الكشف الطبي وصرف العلاج ل 236 حالة بمختلف التخصصات الطبية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.